مصطفى حسين المعروف فنيا بالجراندي توتو هو مغني راب معروف، والاغاني ديالو كتحقق نسب مشاهده عاليه وحصل على العديد من الجوائز العالميه. توتو خلق الجدل في الاونه الاخيره من بعد ما شارك في مهرجان برعايه وزاره الثقافه بالرباط، ومن بعد المشاركه ديالو ايضا في فعاليات البولفار بالدار البيضاء، بحيث تلفظ توتو بعبارات مخله بالحياء وقام بتعاطي المخدرات امام الجميع. ومن بعد هذا الشيء اللي قام به توتو تعرض لمجموعة من الانتقادات من عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى من عند بعض المشاهير والصحفيين اللي من بينهم الصحفي محمد تيجيني. ومن بعدها مباشرة خرج توتو في ستوري على صفحته الرسمية بموقع انستغرام، وقام بتوجيه تهديد مباشر للإعلامي تيجيني، وهدده بالتصفية والانتقام منه في مكان الإقامة ديالو في بلجيكا. ومن بعد هاد الستوري تقدم الإعلامي تيجيني بشكاية ضد طه فحصي الملقب توتو، ومن بعدها مباشرة حاول توتو يخرج من المغرب ويمشي لفرنسا، ولكن تم توقيفه من طرف السلطات المغربية ومنعوه من مغادرة التراب الوطني. وتحركت شكايات أخرى ضد توتو بسبب السب والقذف والتحريض والتهديد بالعنف والإخلال بالحياء العام من طرف الموسيقار عبد الوهاب دكالي والفنان عبد الله عصامي والفنان مولاي حمد العلاوي والإعلامي محمد تيجيني ورجل أمن. ومن بعد هاد الشكايات كاملين خرج توتو باعتذار رسمي من خلال ندوة صحفية اللي سلط من خلالها الضوء على التهم اللي لاحقاته، وقدم من خلالها أيضا اعتذار عن كل مصدر منه. وبالضبط نهار 24 أكتوبر الجاري تم اعتقال طه فحصي الملقب توتو، وتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك بعد توجيه 5 ديال الشكايات ضده بتهم القذف والإهانة والتحريض والتهديد. والبارح قررت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بعين سبع متابعة مغني الراب طه فحصي المعروف بالجراندي توتو في حالة سراح مع كفالة مالية القدر ديالها 20,000 درهم. وحسب مصادر شوف تي في، فكل من الفنانين عبد الوهاب دكالي والملحن مولاي حمد العلاوي تنازلوا الفائدة الجراندي توتو عن الشكاية اللي كانوا كيتهموا فيها بالتشهير والتهديد والسب والقذف والاعتداء على الشرف والاعتبار الشخصي وإفشاء معلومات وأسرار كتتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص دون الإذن ديالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتم تحديد الجلسة المقبلة نهار 16 نوفمبر المقبل، وهي أولى جلسات محاكمة مغني الراب طه فحصي.